تلاوت کلام اللہ ایک بار پھر پیش ہو اور باضابطہ طریقے سے آغاز ہو جائے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اکابرین کا یہ طرز رہا ہے، اللہ والوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ جب جب اپنی محفل کو شروع کیا کرتے تھے، اپنی مجلس کا آغاز کیا کرتے تھے، تو وہ اس بات کی بھرپور رعایت رکھا کرتے تھے کہ ان کی محفل کا آغاز ایسے کلام سے ہو جو لائق و فائق، قابل احترام اور باعث برکت ہو. اور کاٹکا کے لوگوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ تلاوت کلام اللہ سے، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. یہ تمام کلاموں کا سردار ہے، سب سے اونچا کلام ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ کلام ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مجلس، یہ جلسہ بھی بڑا اعلیٰ ترین ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین محفل کا آغاز بھی اعلیٰ ہی کلام سے ہونا چاہیے. تو میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے ایسے سپر اسٹار قاری کو آپ کی عدالت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے جن کو قرآن کریم پڑھنے کا اچھوتا ملکہ، نرالا طرز اور انوکھا ڈھنگ بخشا ہے، یقین جانیے بڑا میٹھا ان کا انداز ہے. اللہ نے ان کو عجیب ہی ملکہ عطا کیا ہے، ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. وہ قاری جس کو میں ابھی آپ کے سامنے سپر اسٹار کہہ کر کے پکار رہا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب قاری محمد دانش نبیل صاحب قاسمی، استاد شعبہ تجوید و قرآن جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور ہے، انتہائی ادب کے ساتھ تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں. جناب قاری محمد دانش نبیل قاسمی کو، اور استقبال کرتا ہوں کچھ اس انداز میں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، اور مینار گر چکے ہو تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. حضرت قاری صاحب تشریف لا. باضابطہ طریقے سے آغاز فرمائے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذْ أَسَرَّ
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. حياك الله حياك الله حياك الله. فلما نبأها به قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما شاء الله ما شاء الله. تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو سبحان الله سبحان الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فلم حياك الله حياك الله حياك الله. قال نبأني العليم الخبير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ما شاء الله ما شاء الله. فإن الله هو مولاه
شاء الله ما شاء الله. وإن تضاغم عليك فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ما شاء الله ما شاء الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا سبحان الله سبحان الله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ما شاء الله ما شاء الله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله سبحان الله وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله والضحى والليل إذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله سبحان الله والضحى والليل إذا سجى
اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله ووجدك سبحان الله سبحان الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنقهر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين حياك الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله والتين والزيتون وطور سينين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثم رددناه أسفل سافلين سبحان الله سبحان الله إلا الذين الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم زد فزد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحان الله سبحان الله خلق الإنسان
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى. سبحان الله سبحان الله. أرآه استغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله سبحان الله. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو I do.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من شر ما خلق سبحان الله ومن شر غاسق إذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حياك الله حياك الله حياك الله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر صدق الله العظيم.